سادس ابتدائي، ازيك يا ابني؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل تمارين على النسبة المئوية. النسبة المئوية يا اولاد هي نسبة حدها الثاني 100، نسبة حدها الثاني 100. اما اقول مثلا 35%، دي معناها نسبة مئوية، دي عبارة عن 35 على 100. حولها لكسر عشري تبقى 35 من 100، لان العلامة بعد رقمين، ده كسر عشري. وعشان احولها لأبسط صورة هقسم البسط والمقام على 5، يبقى 35 على 100 ده عبارة عن نسبة مئوية، اللي هي عبارة عن 35 من 100 في صورة كسر عشري. 35 على 100 هقسم بسط والمقام على 5، 100 على 5 في 20، وخمسة وتلاتين على 5 في 7 تبقى 7 على 20 صورة كسر عادي اللي هو أبسط صورة. طيب لو جاب لك عدد وعايز تحوله لنسبة مئوية، بتضرب في 100 وتقسم على ايه؟ على 100. هتقول نص المية دي 50، ما هي 50 على 100 اللي هي 50%. طيب لو قال لي مثلا ربع عايز احولها، ونضارب في 100 وقاسم على 100، ربع المية 25، يبقى الناتج هيكون 25%. فهمتوا؟ يبقى دي مسائل على ايه يا اولاد؟ على النسبة المئوية، ازاي نحول وازاي نحل التمارين. تعالوا نشوف بقى تمارين على النسبة المئوية. هو جاب لي تمارين كتير برضو، بيقول لي هنا 23 جزء من 100، دي معناها 23 على 100. وقال لي 23 من 100 ممكن هو يعمل الشكل اللي قدامنا، اللي هو يعني مستطيل ومتقسم هنا 10 شرايط بالطول و10 شرايط بالعرض، اللي هو 100 شريط زي ما احنا شايفين، وياخد منه 23 جزء من 100. ده عبارة عن 23 على 100، اللي هي 23 من 100، اللي هي 23%. تعالوا نشوف مع بعض التمارين اللي معانا على الدرس ونحل عليها مسائل. نشوف كده صفحة مع بعض، أول تدريب معانا هنا. كل ده يا ولاد بسيط، بتقدر تعد وتقسم على 100 وتحوله. تعالى نحل مجموعة من المسائل اللي هي رقم 4 مثلا. ركز معايا عشان واحنا بنحل تفهم حسب من ما يطلب منك في المسألة. يعني رقم 4 دي بيقول لي اكتب القصور اللي هتأتيها في صورة نسبة مئوية. أول واحدة اللي هي ألف بيقول لي 5 على 100، طالما هو المقام ب100 خلاص هتكون نسبة إيه؟ نسبة مئوية، تمام؟ رقم ب، مسألة نمرة ب، 14 على 100، ده سؤال مباشر. يبقى أي عدد بيجي لك مقامه ب100 ده عبارة عن إيه؟ عن نسبة مئوية مباشر، كله بقى يتحل كده. طيب ج هنحولها، مسألة ج هنحولها إزاي؟ أنا عندي هنا 3 على 5، عايز المقام يبقى ب100، يبقى انا هضرب البسط والمقام. الخمسة دي اضربها في 20 والتلاتة اضربها في 20، 5 في 20 هتبقى ب100، و3 في 20 ب60، يبقى 60 على 100 اللي هي 60 ايه؟ في 100. السؤال ده 4 على 25، هنضرب بسط ومقام في 4، الاربعة في 25 ب100، والاربعة في 4 ب16، يبقى 16% يا ولاد، ده الحل بتاعنا. طيب السؤال اللي بعده هي عايزين نحول لنسبة مئوية، بيقول لي 8 على 10، هقوم ضارب بسط والمقام في 10 عشان تكون 80 على 100 اللي هي 80%، تمام؟ ده سؤال هاء. سؤال واو، 2 على 2 اللي هو 1 صحيح يعطيني 100%، يبقى الاتنين على الاتنين اللي هي 1 عبارة عن 100%. العدد الصحيح 1 عبارة عن 100%. تعالوا نشوف السؤال رقم 5، اكتب كل القصور العشرية الآتية في صورة نسبة مئوية يا أولاد. ألف بيقول العدد 25 جزء من 100، أنا عشان أحول العدد ده لنسبة مئوية بضرب في 100 وأقسم على 100. هضرب في 100 وأقسم على إيه؟ على 100. لما أضرب في 100 العلامة تتحرك برقمين، فيبقى 25 على 100 اللي هي 25%. السؤال اللي بعده ب، هنا بيقول لي 2 جزء من 100، عايزين نحولها لنسبة مئوية، يعني هضرب في 100 وأقسم على 100. فلما أضرب في 100 فوق العلامة تتحرك، تبقى 2 على 100 اللي هي 2%. السؤال اللي بعده ج، هنا بيقول لي 80 من 100، عايزين نحولها لنسبة مئوية، يعني هضرب العدد اللي عندي في 100 وأقسم على 100، فيبقى الناتج 80%، تمام؟ يبقى الناتج هيطلع كام؟ 80%. السؤال اللي بعده برضه كله بنفس الفكرة. تعالوا نشوف السؤال رقم 6،
اكتب النسبة المئوية التالية في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة. عايزك تبسط كل عدد لأبسط صورة. تعال نشوف أول واحدة اللي هي ألف. أول واحدة يا أولاد اللي هي ألف عندي كان بيقول لي هنا العدد اللي هو 13% اللي هي عبارة عن 13 على 100، دي أبسط صورة. طيب سؤال ب هنا بيقول لي 6%، دي معناها 6 على 100 تتبسط، نقسم بص ومقام على 2 تبقى 6 على 2 فيها 3 ومية على 2 فيها 50. طيب السؤال اللي بعده اللي هو ج هنا العدد 99% اللي هي عبارة عن 99 على 100، دي أبسط صورة. السؤال اللي بعده د 70% اللي هي 70 على 100، نقسم بص ومقام على 10 تبقى 7 على 10 ودي أبسط صورة. السؤال هاء 42%، دي عبارة عن 42 على 100، تقسم بص ومقام على 2 تبقى عندك 21 على 50. تعال نشوف مسائل تانية على الكلام ده. السؤال اللي بعده هنا رقم 7، اكتب النسبة المئوية الآتية في صورة كسر 10. هنبسط العدد اللي عندنا لأبسط صورة يا ولاد. أول واحدة 5%، دي معناها 5 على 100، يعني العلامة هتكون بعد رقمين. سؤال رقم 8، أو ده سؤال ألف في 7، سؤال ب في 7، بيقول لي العدد 36%، دي معناها 36 على 100 اللي هي عبارة عن 36 جزء من 100. السؤال اللي بعده ج العدد اللي هو 75% اللي هو 75 على 100 اللي هي عبارة عن 3 على 4 اللي هي 3/4. السؤال اللي بعده اللي هو د 24%، معناها 24 على 100، تقسم بس المقام على 2 تبقى هنا، أو تقسم على 4، 24 على 4 في 6، 100 على 4 في 25. طب هو عايز كسر عادي ولا كسر 10؟ عايز كسر 10 يا ولاد. لأ، يبقى دي 75%. ركز معايا، وده عبارة عن 24%، يبقى إجابتك هنا 75%، وهنا 24%. لو هو كان طالب منك كسر عادي كنت عملتها 3 على 4 ودي 6 على 25. تعالوا نشوف التمرين اللي بعده. السؤال كده خلاص، حل التحولات. كل دي مسائل تقدر ان انت تحلها، نسب مئوية. تعال نحل المسائل الكلامية. طبعا مسائل الرسومات اللي معانا دي يا ولاد بتشوف كم جزء متلون على كله وتعملها النسبة او تحولها النسبة مئوية. يعني مثلا نحل معاكم اول واحدة، هو هنا ملون قد كده 1 2 3 4 5 6، 6 ملونهم مسألة ألف، هو ملون 6 من 10، عايزين نحولها النسبة المئوية. هو بيقول لي اكتب الكسر الاعتيادي الذي يعبر عن الجزء المظلل، كتبناه، ثم حوله في صورة كسر 10 ونسبة مئوية. الكسر العشري يبقى 6 من 10، ده كسر 10. عشان نحوله لنسبة مئوية هنضرب في 100 ونقسم على 100، فيبقى الناتج 60%. تمام. تعالى بقى نشوف المسائل الكلامية. رقم 11، يقول لي حصل أحمد في اختبار مادة الرياضيات على 89 درجة من 100 درجة، فما النسبة المئوية لدرجة أحمد؟ طيب في مثلث كده بنعمله، هنا بنكتب هنا الجزء وهنا النسبة المئوية وهنا الكل، يعني دي معناها علامة قسمة، دي معناها علامة ضرب. هو عايز هنا عايز النسبة المئوية، بتقسم الجزء على الكل في 100 كل في 100، يبقى النسبة المئوية لدرجة أحمد هتقسم 89 تمام على الدرجة الكلية في 100 كل في 100، وهتحولها ايه تبقى كام في 100؟ يعني يبقى عندك 89 على 100 في 100، شيل 100 مع 100 يطلع الناتج كام؟ 89%. دي النسبة المئوية، يبقى الدرجة اللي حصل عليها على الدرجة الكلية اللي هي 100 في 100 كل في 100 يديك الناتج 89%. السؤال ب أجاب إبراهيم عن 100% من المسائل بشكل صحيح في اختبار مادة الرياضيات، وكانت عدد المسائل 60 مسألة، ما عدد المسائل التي أجاب عليها بشكل صحيح؟ احنا عايزين هنا نجيب الجزء زي ما اتفقنا. هتعمل الهرم بتاعك كده، هتكتب هنا الجزء وهنا النسبة المئوية وهنا الكل. خلاص ركز معايا، ان ده الهرم بتاع حل اي مسألة. تمام، النسبة المئوية جابها لك، هو جاب ايه؟ 100%. جاوب 100% من الاجابات بتاعته.
تمام. وكان عدد المسائل كلها، كل المسائل كان 6 وكام؟ كان 60 مسألة عدد المسائل. فما عدد المسائل التي أجاب عليها؟ كل المسائل كانت كام؟ 60. يبقى هو عايز إيه الجزء؟ هو جاوب على كام مسألة؟ فاهمين يا ولاد؟ هو كانت المسائل كلها 60، هو جاوب على 100% من المسائل، يبقى هو جاوب على كل المسائل، صح؟ ما هو دي 100% اللي هي 100 على 100، لما يضربها في 60، مش انت عايز تجيب الجزء اضرب بقى، يبقى هو جاوب على 60 مسألة كلهم. هو بيقول لك حل كل امتحان صح، والامتحان كان 60 مسألة، يبقى عدد المسائل اللي جاوب عليها 60 مسألة. فهمتوا كده؟ جاوب على ايه؟ على 60 مسألة. السؤال جيم، يوجد 10 أولاد في الملعب، و50% منهم كانوا يرتدون قمصانا زرقاء، ما عدد الأولاد الذين يرتدون قمصانا زرقاء؟ برضه هنعمل الشكل الجميل بتاعنا ده، بنحل بيه مسائل كتير بتاع الهرم. هنا بنكتب الجزء، هو بيقول لك 10 أولاد في الملعب، 50% منهم، العشرة ده العدد الكلي، العدد الكلي زي ما احنا قلنا الكل بيبقى هنا، ده الكل، تمام؟ كلهم كانوا 10، بيقول لك نصهم اللي هو 50% كانوا بيرتدوا، فكم واحد بقى عددهم كام الجزء؟ فتضرب النسبة المئوية أو تقول 50% يعني 50 على 100 من العدد الكلي اللي هو كانوا كام؟ كانوا 10، عليهم كل 10، يبقى 50 على 100 اللي هو نص العشرة بخمسة. يا ولاد 10 أولاد في الملعب 50% منهم لابسين قمصان زرقاء، يبقى نصهم نص العشرة كام؟ يبقى 5، يبقى 5 طلاب بيرتدوا إيه؟ قمصانا زرقاء، 5 أولاد، فهمتوا؟ ده سؤال جيم. سؤال دال، قضى حسين 28% من وقت التمرين البدني على جهاز المشي الكهربائي، عبر عن النسبة المئوية في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة. المسألة معانا دال، وبيقول لك يعني العدد 28% ده اعملها في أبسط صورة في صورة كسر اعتيادي، يبقى أقول له 28% دي معناها 28 على إيه؟ على 100، وبعدين أبسط العدد ده، بسط المقام على 4 في 7، و100 على 4 في إيه؟ في 25، يبقى النسبة تطلع 7 على كام؟ على 25. ده سؤال دال. السؤال اللي بعده هاء، إذا كانت نسبة 65% من السيارات التي مرت في الشارع خلال ساعة واحدة سوداء اللون، فعبر عن النسبة المئوية في صورة كسر عشري. طيب ما هو بيقول لك النسبة اللي هي 65% دي، ها 65%، عايزين نحولها لنسبة مئوية، يعني العلامة هتكون بعد كام رقم؟ بعد رقمين، يبقى 65% اللي هي 65 جزء من إيه؟ من 100. ده سؤال هاء. سؤال واو، بيقول لي أكلت سلوى 3/4 فطيرة البيتزا، عبر عما أكلته سلوى في صورة نسبة مئوية. طيب 3/4 دي معناها كام؟ معناها 75%، عشان أحولها يعني نسبة مئوية بقوم ضارب بسط ومقام في كام، لازم أخلي المقام يبقى بمية، عشان النسبة المئوية نسبة حدها الثاني 100، فالأربعة هنا هضربها في 25 والتلاتة هضربها في 25، يبقى 4 في 25 بمية، وثلاثة في 25 ب75، يبقى الناتج هيكون 75%، دي النسبة المئوية اللي هي كده. كده خلصنا التمارين على الدرس اللي معانا. بعد كده الدرس التامن بيتكلم عن تحديد الجزء والكل، ازاي نحدد الجزء والكل ونسبة مئوية. نزل زي ما احنا حلينا المسألة اللي فاتت كلها بنفس الطريقة، بنعمل جدول في جزء وكل ونسبة مئوية، ونعمل الهرم اللي احنا رسمناه ده، والطرق بقى بتاعتنا طرق الشرايط وازاي نحلها، زي ما شرحنا في كتاب الأضواء بالظبط. هنشرح هنا هي نفس الأفكار. حاول تشوف الفيديوهات بتاعة كتاب الأضواء اللي نشرحها برضه، نشرح كل الحاجات دي زيها. أحل لك بقى تمارين وتبقى عارف كلمة مين دي معناها ضرب، يعني أقول لك 30% من 600، تضرب بقى 30 على 100 في 600 يطلع عندك 60، وما يقول 90 على 100 هي 900، بقول 90 على 100 في 800 طلع الناتج. أو بتعمل بنظام الشريط، إن أنت بترسم شريط تجزأه 10 أجزاء ماشي، وتقوم قاسم تيجي تحلها، تقسم الكل 60 على 10 في 60، يبقى كل بارت عندك كل جزء في 60، هو عايز بقى 30، يعني كل جزء هنا 1 2 3، يبقى 3 في 6 18، يبقى الناتج اللي عندك هيبقى 180، تحط صفر طبعا يبقى 180. اشرحها لكم يا ولاد بايديا عشان تفهم، اكتب لك الحل اهو افهم بتاعها. يعني السؤال الف هو بيقول لك استخدم هنا المخطط الشريطي. لما تيجي تستخدم مخطط شريطي في حل المساله، هو بيقول لك ايه؟ بص يا حبيبي، 600 عايزين نجيب 30% من مين؟ من 300. احنا زي ما اتفقنا بنعمل الشكل زي ده، بنكتب هنا تحت الكل تمام، وهنا الجزء
خلاص كده. وهنا النسبة المئوية، فهو قال لي النسبة المئوية كانت 30 والكل 600 وعايز الجزء، فانت بتضربهم ببعض عشان تطلع الناتج. طيب لو انت هتحلها باستخدام النموذج الشريطي، هتحلها ازاي بالنموذج الشريطي؟ ها مين الشاطر يقول؟ اول حاجة يا ولاد بنقوم عاملين شريط مقسمينه 10 اجزاء، احفظ الطريقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام. خد بقى ال 600 اللي هي اللي هو جابها لك دي، 600 اللي عندك دي تقسمها على كام؟ على 10. 600 على 10 اجزاء، يبقى كل جزء هيتكتب في كام؟ 60 60 60 60 وهكذا كله 60. طب انت عايز تجيب ايه؟ 30%. ما هم كل دول عباره عن 100% اللي هو بواحد، 100% لو واحد صحيح. طيب 30 جزء منهم تلونهم بس او تاخدهم تجمعهم مع بعض، 1 2 3 يبقى 60 زائد 60 زائد 60 اللي هي عباره عن ايه؟ عن 180. تمام. يبقى خلاصه الكلام لما تيجي تحل مساله زي دي، كلمه من معناها تضرب، تضرب 30 على 100 في 600. ما تيجي تقسم شريط بعد، قال لك بقى نموذج الشريط تعمل ايه؟ هتعمل شريط وتقسمه 10، تاخد الكل ده تقسمه الاول على 10 يبقى كل واحده ب 60، وتضرب الثلاثه اللي عندك يعني 30% كل واحده من دول بتمثل 10% 10% 10% اللي هي كلهم 100%. فلما قلت 30% 30% يبقى ال 10% كانت بتمثل 60 وال 10% 60 و 10% 60 مجموعهم 180. تمام. المساله الثانيه بقى اللي هو حللها برضه، هشرح لك الحل واوضح لك الطريقه. هو بيقول لي يا حبيبي بص، 90% من العدد 800. طيب احنا اتفقنا لما نيجي نحل مساله زي دي هنعمل شريط وهنقسمه 10. اي مساله بنحلها بهذه الطريقه ماشي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ال 800 ده اهي لما تقسمها على ال 100 يبقى كل واحده بكام؟ ب 8. يبقى كل جزء اللي قلنا 800 هنقسمهم كام؟ 10، دول 10 اجزاء، 800 على 10 فيها 80، يبقى كل واحده يتكتب فيها 80، وهنا 80 وهنا 80 وهنا 80. هقوم بعمل ايه؟ واخد التسع 90%، دول عباره عن 100%. ال 90% عنها ايه؟ عايز تسع اجزاء من اللي عندي، لان ال 90% دي 10% ودي 10%. فلما نجمع ال 80 دي 9 مرات يعني 80 في 9. 80 في ايه؟ في 9. 7 8 في 9 ب 72 وحط الصفر. فيطلع ناتج كام؟ 720. فهمتوا؟ طيب دي كلها دي طبعا مسائل بقى بطريقه ثانيه ازاي تحمل الخط الاعداد المزدوج. طريقه ثانيه يا اولاد للحل، ازاي نعمل خط اعداد مزدوج للمساله. اما اقول مثلا عايز احسب 70% من ال 1000 هعمل ايه؟ اول حاجه هرسم الشريط بتاعي واشوف مقدار الزياده اللي عندي عشان اوصل للألف. طيب عشان اوصل للألف اقسم الاول 1000 على ايه؟ على 10. زي ما احنا كنا قسمنا الشريط 10 اجزاء، هنا خط الاعداد هنقسمه 10 اجزاء بدايه من الصفر واعمل خطين متوازيين كده. تمام. طيب لما اقول الألف على ال 10 هيعطيني 100، يعني كل جزء هنا الصفر وهنا الصفر، كل جزء بيمثل ايه؟ 100. ها 100 اللي بعدها زود بقى يبقى 200 300 400 500 600 وهكذا. طيب احنا عايزين نجيب ال 70% دي عباره عن 10% اللي هي تحت، لان يعني ده عباره عن نسبه مئويه وده بنوصل للعدد الكلي، يعني انت بتفضل توصل لحد ايه؟ العدد الكلي اللي هو جايبه. يبقى انت بتبدا بصفر. طب ليه بنزود 100؟ لان انت عايز تقسم المجموع اللي هو جابه لك الكل ال 1000 على 10 اجزاء. فهتقسم ال 1000 على 10 ازاي؟ 1000 على 10 في 100، يبقى كل جزء 100 200 300 لحد ما توصل لايه؟ للناتج النهائي اللي هو 1000. طب انا مش عايز ده كله، ده انا عايز احسب 70% بس من مين؟ من ال 1000، يعني هتوصل لل 70 و10 20%. شوف بيقابلها كام يعني؟ 30% 40% 50% 60% 70% اهو اللي كان بيقابلها كام؟ 700. يبقى الناتج بتاعك هتشوف 70% بيمثلها مين؟ 700. يبقى الناتج هيكون ايه؟ 700. فهمتوا كده؟ يبقى الناتج اللي عندي هيكون 700. نفس الكلام ال 25% من ال 600. بصوا يا اولاد، ال 600 هقسمها الاول على كام؟ على 10، يبقى كل واحده ب 60. يبقى اول حاجه الخط بتاعي اهو
دول عبارة عن 10 أجزاء. الخط هترسم من 0 لـ10، ده العدد الكلي بتمثله هنا، وهنا النسبة المئوية دي 0%، دي 10%، دي 20. كل واحدة قبلها خط، يعني كل شرطة قبلها. انت عايز تشوف بقى الـ10، عايز تشوف كام؟ الـ25% اللي هي هنا في النص بيمثلها مين هنا؟ فانت قلت ان انت هتزود 60 كل شوية، بدأ بالصفر زود 60، 120 زود 60، 180 هنا. يبقى انت عايز تجيب العدد اللي في النص هنا اللي بيمثل كام؟ 25%. ده عايز تعرف ده بيمثله كام هنا. فالعدد اللي في المنتصف بين 120 وال180 اللي في النص بينهم، هتجمع 120 مع 180 وتقسم على الاثنين عشان تجيب متوسط، يعني يبقى 180 زائد 120 على الاثنين، هنا مجموعهم كام؟ 8 و2 10، صفر يطلع بالواحد، 2 1 3، يعني 300 على 2 في 150. يبقى النسبة المئوية 25% من اللي عندي من كام؟ من دي معناها فيه من العدد الكلي اللي هو 600، هيطلع كام يا ولاد؟ هيطلع 150. فهمتوا؟ دي الطريقة يا ولاد، والله طريقة سهلة، افهم بس يا حبيبي. بص، انت ده شرط ثابت 10 20 30 40 كده ثابت، وكل خط تعمله شرطة. خد المجموع الكلي لما يجيلك مسألة واقسمه على 10، هيبقى 60. يعني معنى الكلام بيقول لك زود كل شوية 60، زود كل شوية كام؟ 60. تمام؟ يبقى انت هتقول 0 60 120، وهنا يبقى كام؟ 180. خلاص، يبقى انت خدت العدد الكبير وشفت بقى العدد 25 بيمثلها مين قبلها؟ المتوسط بين 120 وال180، العدد اللي في النص بينهم اللي هو هيطلع معايا 150، اللي هو 300، صح؟ 300 على 2 في 150، اللي هو في النص متوسط بينهم، يعني لانه في النص، مش ال 25 بين ال من 20 و30. طب مين العدد اللي يقع في منتصف المسافه بين 120 و180 اللي هو 150؟ تجيب المتوسط يعني، تجمعهم وتقسم على 2. تمام؟ هنا يا اولاد في مساله بيقول لي اوجد 15% من 300 بطريقتين مختلفتين. هو عمل هنا الطريقه الاولانيه اللي هو رسم الشكل اللي عندك 15% في 300، وعمل أعمدة، عمل 10 أعمدة زي ما احنا شايفين، ولون 15 واحدة جنب بعضها، يعني عمود كامل و5 وحدات صغيرة، وقال لك 15% من 300 هيضرب 15 في 3، دي 45، لأن 100 300 العدد الكلي ده لما نقسمه على 10 فيها 30، وهم كلهم 100 جزء، يبقى 300 على 100 فيها 3، يبقى كل جزء من المربعات بيمثل 3، ويقوم ضارب 3 في 15 ب 45. طريقة تانية اللي هي الطريقة المباشرة اللي احنا بنحل بيها، اما اقول مثلا 15% من العدد معناها 15 على 100 فين؟ في العدد، يبقى 15 على 100 في 300 ب 45. تمام؟ في بقى تدريبات سلاح التلميذ. الطريقة الأولانية يا ولاد اللي هي طريقة ما بيعمل جدول بنوزع فيها جزء والكل ونشوف ايه الناقص. تمام؟ طريقة بسيطة جدا، انت بس بتقرأ المسألة وبتحدد الكل ولا الجزء اللي موجود عندك. اهو عملنا الجدول بتاعنا وهنقسمه زي ما هو قال لنا 3 أجزاء. الجزء الأولاني هنا الكل، وهنا الجزء، وهنا النسبة المئوية. بيقول لي حجزت وكالة سفر 1500 رحلة سياحية إلى مصر، يبقى الكل كان 1500. 60% من هذه الرحلات السياحية كانت زيارة أهرامات الجيزة. معرض هذه الرحلات عايز أجيب الجزء بكام؟ طب أنا عشان أجيب الجزء وأضرب الكل في النسبة المئوية، نسبة مئوية بضربهم في بعض. يا ولاد في هرم أهو بحل من خلاله، افهم. هنا جزء وهنا كل وهنا نسبة مئوية. لو هو عايز الجزء بتضرب النسبة المئوية في الكل، كده سهلة، اضربهم في بعض. اضرب 1500 في 60% وتقول له والله 1500 اهي في 60% معناها 60 على 100، تقوم شايل 0 مع 0 وتضرب، تنزل الصفر وتقول 6 في 15، 5 في 6 ب 30، صفر معايا 3، 1 في 6 ب 6 و3 9، فيطلع معاك 900. تقوم كاتب هنا كام؟ 900. يبقى الإجابة بتاعتك هتكتب 900، يبقى عدد الرحلات كانت 900 رحلة لأهرامات الجيزة. دي إجابتك، ودي طريقة الحل. دي بطريقة إيه؟ باستخدام طريقة الجدول. تمام؟ جدول الأجزاء.
تعال نشوف مسألة ب برضه هنحلها في الجدول، هنا البيانات نقرأها ونحلها. يقول لي دفع عز 200 جنيه لشراء بنطلون جينز كان معروض بسعر مخفض، وكان السعر الأصلي للبنطلون 600 جنيه، ما النسبة المئوية للسعر الأصلي الذي دفعه عز؟ هتعمل جدول أهو. هنا الكل، وهنا الجزء، وهنا النسبة المئوية. طيب هو بيقول لي دفع عز 200 جنيه، دفع 200 جنيه، تمام؟ يبقى الجزء كان كام؟ 200 جنيه، عشان يشتري بنطلون كان معروض بسعر مخفض. إذا كان السعر الأصلي للبنطلون كان 600 جنيه، فإحنا عايزين نجيب النسبة المئوية. طب عشان تجيب النسبة المئوية أهو، تقوم قاسم الجزء على الكل، تقسم الجزء على إيه؟ على الكل، وتحوله لنسبة مئوية، تقول 200 على 600، وتقوم ضارب في 100 وقاسم على 100 عشان تحولها نسبة مئوية. هتقوم شايل 0 مع ايه؟ مع 0، بقت عندك 200 على 6 في 100 كل في 100، تمام؟ يعني 200 على 6 اهي، 200 على 6%. يبقى انت عملت يا ولاد، قسمت الجزء على كله وضربت في 100 عشان تشوف تمن البنطلون، ان هو في المسألة كان بيقول لي دفع 200 جنيه، فأنت عايز تجيب النسبة المئوية، يعني النسبة المئوية اللي اشترى بيها، النسبة المئوية للسعر الأصلي الذي دفعه عز. أنت بتقسم الجزء على الكل في 100 كل في 100، فتختصر تقول هنا 6 على 2 فيها 3، ومية على 2 فيها 100، يعني 100 على 3 يعني 33.3%. يبقى النسبة المئوية قول 33.3%. تعالوا بقى نشوف مسائل على النموذج الشريطي، ازاي نحل المسألة باستخدام المخطط الشريطي. والله طريقة سهلة يا ولاد، بس الشاطر يفهم معايا. والله طريقة سهلة، افهم افهم يا حبيبي. بص انت هتعمل متعة في المسألة دي، والله ركز بس. بص يا حبيبي، هتعمل شريط كده، قسمه 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وتقف، لأن الرابع اللي بعد كده يبقى 10. بتعمل ايه؟ هو بيقول لك أنا عايز أجيب 60% من كام يا ابني؟ من 100. كل اللي هتعمله هتاخد العدد الكلي ده 100، تقوم قسمه على 10 أجزاء عشان تعرف كل جزء بكام. كل جزء كان ب10، يبقى هنا 10 10 10 10 10 10. الشريط ده عبارة عن واحد صحيح اللي هو بيمثل 100%. طب انت عايز كام جزء تختاره؟ عايز 60 من 100 جزء، 60% معناها 60 من 100، 1 2 3 4 5 6، يعني 60% اللي هم 6 مستطيلات دول قيمهم بكام؟ هتقوم ضارب 6 في 10 تديك كام؟ 60. يبقى الناتج هيطلع كام؟ 60. تقوم كاتب هنا 6 في 10 ب60، بس ده الحل. يبقى انت قسمت كام جزء؟ 6 أجزاء، وكل جزء ب10، يبقى 6 في 10 بإيه؟ ب60. فهمتوا كده؟ يبقى العدد الكلي بيتكتب فوق زي ما هو عامل لك كده الخطوط، وعامل لك كده شكل زي ده، بيقول لك حط هنا كده، يعني هنا توزع ايه؟ العدد الكلي اللي هو كان 100، وهنا من هنا لحد المتلون 1 2 3 4 5 6 اهو، ده عبارة عن ايه؟ عن العدد اللي انت قلت عليه اللي هو 60، عديت يعني وطلع ناتج 60، فاجابتك بقت 60. بس تعالوا نشوف اللي بعدها، المسألة اللي بعدها بيقول لي 50% من 80. دي هنعملها ازاي؟ اول حاجة بنعمل شريط ونقسمه 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده، 10 مثلا يعني. طبعا انت هتظبط شغلك بالمسطرة، دي حاجة كده بإيدينا، خلاص افهم بقى. هنا 50% يا ابني من 80%، مش احنا حبيبي عملنا 10؟ تعالى بقى خد المجموع الكل ده اهو، اقسمه على 10 أجزاء، خد المجموع ده وزعه هنا، يعني كل ده كان بيمثل كام؟ كل دول من هنا لهنا بيمثل 80 اهو، ده بيمثل 80، كل ده، كل دول 80، 80 على 10، 80 على 10 فيها 8، يبقى كل جزء عندك ب 8 اهي. انت عايز لحد كام؟ 50%، ما هو الجزء ده كله عبارة عن 100%، فما تلون لحد 50، 10 20 30 40 50، يعني تختار دول، اختار 5 أجزاء، تمام؟ يبقى 5 في 8 بكام؟ ب40، يبقى الناتج هيطلع ب40. يبقى الناتج بتاعك دول 5 في 8 تطلع كام؟ 40. يبقى ما اقول 50% اللي هي نص، 50% من 80، نص ال 80 كام؟ 40، باستخدام النموذج الشريطي بتجيب نص الشريط اللي انت رسمته. فهمت الفكره؟ تمام.
نكمل كمل معايا، يلا اللي بعدها جيم. يلا يا ابني اشتغل معايا، كله يمسك ورقة وقلم ويحل ضروري يا ولاد. سؤال جيم يا حبايبي، هنا بيقول لي 30% من العدد 160. 30% من كام؟ من 160. هنعملها ازاي؟ هنعمل الشريط الأول نقسمه 10 أجزاء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب 30% دي من العدد اللي هو 160، هتاخد 160 دي تقوم قسمها على كام؟ على 10. 160 على 10 فيها كام؟ فيها 16، يعني كل جزء قيمته ب16. انت عايز كام جزء؟ عايز 30%، يعني دي عبارة عن 100%، عايز 30%، يعني عايز 3 أجزاء بس. دول تضرب التلاتة في 16 يديك 48، لأن دول كلهم كانوا بيمثلوا عبارة عن إيه؟ العدد الكلي 160، قسمناهم على 10 كل واحدة ب16، تقوم ضارب 16 في كام جزء من 130% اللي هما 3 أجزاء، ده يعني في 3 هتديك كام؟ 48. يبقى 3 في 16 بإيه؟ 48. ده الناتج لحل المسألة. مفهوم فكرة حل التمرين؟ يبقى أنت بتكتب العدد الكلي فوق اللي هو كان هنا 160، وتكتب هنا 48 وكل واحدة فيها إيه؟ 16 للآخر كده تملاها. طبعا أنت تكمل بقى كله 16، والمسائل بقى تكمل كله 10 هنا وتكمل كله 8، بس أنت إيه؟ تكمل بإيديك. ماشي كده خلصنا المسائل النوع ده النهاية الدلو، وتحلهم بنفس الطريقة. تمام، تعالوا نشوف بقى المسائل برضو والفكرة دي، طالما هو جاب عليها كتير نحلها مفيش مشكلة. بص يا حبيبي، أنت بتعمل الشريط كده أو استخدام الشبكة المكونة من 10 صفوف في 10 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا، وهنا تعمل 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أما أقول أنا عايز أجيب 40% من 100، هعمل ايه؟ 40% يعني 40 اللي عندك دي، 40% من 100، 100 على 100 فيها الواحد، يعني كل واحد من ده يمثل واحد وحدة. ف40% يعني 4 أعمدة، هتعمل 4 أعمدة كده، 2 3 4، كل واحدة قيمتها بواحد، وهم عليهم كلهم 4 في 10 ب40، ف40% من 100 يديك 40. هقولها تاني، انت بتعمل الشكل عادي بتكون من 100 وحدة، 10 صفوف 10 أعمدة. اما اقول 40% من 100، يعني هعملها ازاي 40% من 100 دي يا ولاد؟ هقسم الاول 100 دي على المربعات عشان اشوف قيمة كل مربع بكام. لما اقول له 100 على 100 فالواحد، يبقى كل مربع من الصغيرين ده هم قيمته بواحد. تمام، طب انت لما تيجي تلون هتلون 40 مربع، يعني 40 يعني 4 أعمدة. بص 40 يعني 4 أعمدة، لان كل عمود ب10، هتلون 4 أعمدة. لما تيجي بقى تعد المربعات هتلاقيهم كام مربع؟ 40 مربع، في قيمة المربع الواحد اللي هو بواحد، يبقى 40 في 1 بإيه؟ ب40، يديك الناتج على طول بكام؟ ب40، يديك الناتج بكام؟ ب40، فهمته؟ طيب تعالوا نحل برضو عليها تمارين كتير لأن هو جايب أفكار كتير كده. التمرين اللي بعده بيقول لي 30% من العدد 200. بص يا ولاد، 30% من العدد 200 دي هنعملها ازاي؟ برضو هعمل الحاجة الأساسية. ايه هي الحاجة الأساسية؟ الشكل اللي بنعمله، 1 2 1، ركز كده، عملنا الشكل 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اهم، وهنا برضو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام تمام بص يا حبيبي، هتقوم واخد المجموع ده بنفس الفكره اللي احنا خدناها بتاعت ايه المساله بتاعت المخطط الشريطي، نفس الفكره، تقوم واخد ال 200 دي مقسمها على كام الاول؟ على الاجزاء كلها، بس في المخطط الشريطي كنا بنقسم على 100، خلاص المخطط الشريطي كنا بنقسم على كام؟ على 10. المخطط الشريطي كنا بنقسم على 10، يعني احنا كنا بنقسم 10 مربعات. هنا انت عندك كم مربع؟ عندك 100 مربع، فتقسم ال 200 على ايه؟
على 100 يطلع 2، معنى كده ان قيمة كل مربع، كل مربع ده قيمته باتنين وحدة، او مساحته باتنين مثلا، المساحة بتاعته باتنين وحدة، وحدة مربع. طب انت هتعمل ايه؟ عايز 30 تلونهم من 100%، يعني 30 مربع يعني 3 اعمدة، ما هو كل عمود فيها 10، ما قلت 30% يعني ايه؟ 3 اعمدة اهو، صح؟ يبقى انت لونت كم مربع من دول؟ لونت كم مربع؟ لونت 30 مربع، وقيمة كل مربع كان بكام؟ كان باتنين. قيمة يبقى انت عشان تجيب 30% من 20 هتضرب 30 اللي هما 30 مربع في القيمة بتاعت كل مربع، يعني 30 في 2 بكام؟ ب60. يبقى الناتج هيطلع 30% من 200 بكام؟ ب60. خلاص؟ فهمنا؟ طيب تعالوا نشوف تمرين تاني برضو عشان نتعمق أكتر، وليكن مثلا مسألة واو. الباقي أنت تحله بقى بإيدك هتلاقيها سهلة. هو بيرسم لك أو أنت بترسم الشبكة، لما جالك امتحان الشبكة هتعتملها كده يعني. خلاص اتعود بقى الطريقة. احنا قلنا هنقسمها 10، واحد بنعمل لحد شرط، يعني تعمل الشكل الأساسي وتبدأ تعد من جواه 9 شرط. فهمت الطريقة عشان ما تلخبطش؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، والرأس برضو تعد 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ايا كان يعني. خلاص بعد كده هنعمل ايه يا اولاد؟ هنيجي انا عايز اجيب 60% من 90. طب يا حبيبي ال90 دول انت هتقسمهم على كام؟ على 100 مربع، مش دول 100 مربع صغير؟ يبقى لما تيجي تقسمها هيديك قيمة كل مربع ب9/10، يبقى مساحة المربع الواحد عبارة عن 9/10 وحدة مربعة. تمام؟ تمام. طيب انت هتلون ايه؟ 60 مربع، 60% يعني 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، هتلون 6 أعمدة. 6 أعمدة دول يا مستر معناهم 60 مربع صغير، صح؟ كل مربع قيمته كانت بكام؟ مساحته ب9/10، يبقى هضرب 9/10 اللي هي مساحة المربع الواحد في عددهم، عددهم اللي هو 60. أضرب إزاي؟ أحط الصفر وأقول له 6 × 9 = 54، والعامل بعد رقم، يعني ما أقول 60% من 90، الناتج هيعطيني 54. طيب دي مسألة كلها فيها أصفار. افرض يا مستر قال لي مثلا 15% 13%، أعمل إيه؟ بسيطة برضه، ما هي 15% دي معناها إن أنت هتلون عمود و5 مربعات. تعالى المسألة هي ديت عشان برضه تكون استوعبت أكتر. أما أقول 15% من 400، حبيبي أعمل شكل أهو هيجي لك مرسوم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، ما يجراش بقى ايه حصلت كده. 1 2 دي كبيرة شوية، مش مشكلة. 1 2 ها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا يا ولاد زي ما احنا متفقين، بناخد العدد الكل ده نقسمهم على 100 مربع صغير، يبقى المساحة بتاع كل مربع عبارة عن 4 وحدة. طب انت عايز تلون كام؟ عايز تلون 15%، يعني عمود كامل زي ده كده و5، 1 2 3 4 5. تمام، يبقى انت عندك 15 وحدة متلونة، قيمة كل واحدة بأربعة، فيطلع الناتج بكام؟ ب60. طبعا يا حبيبي لما تيجي تحلها بقى من غير رسمة ولا حاجة، كلمة مين دي بتعملها ضرب. انت لو عايز تحل يعني مسألة زي دي جات لك أكمل سؤال أكمل عادي، هتعمل ايه؟ هتقوم والله قايل كلمة مين دي معناها ضرب، قول 15% دي تحلها كده بإيدك بقى، عايزك تبقى عندك مهارة الحل. يبقى 15% دي من 400، قول 15 على 100 في 400، تقوم حذف 0 مع 0 وتضرب 4 × 15 = 60، بس كده خلصناها. لكن الطريقة دي امتى؟ لو قال لك استخدم الشبكة البيانية أو الشبكة، أو قيمة ما يأتي باستخدام الشبكة المكونة من 10 صفوف و10 أعمدة. فهمتوا؟
تعالوا برضو نحل تمارين على اللي هو ايه الخط الاعداد المزدوج ونتعمق فيه اكتر عشان نفهم. تمام، احنا اتفقنا يا اولاد خط الاعداد المزدوج بيتكون من خطين. الخط الاولاني هيبقى عبارة عن الخط الكلي، في خط اللي فوق الخط الكلي، والتاني خط النسبة المئوية. تمام، خط الكلي والخط الافقي. الخط الكلي اهو نعمله 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واعمل خط تاني موازي ليه كده بالمسطرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حبيبي ده عبارة عن نسبة مئوية، يعني ده بيمثل 10%، 20%، دي ثابتة، الخط ده ثابت مع كل المسائل، 30%، 40%، تكملهم انت بقى لحد ما توصل ل100%. طيب أول واحدة بيقول لي إيه؟ بيقول لي 10% من كام؟ من الستين. 10% من الستين، طب نعملها ازاي 10% من الستين دي يا ولاد؟ بص يا حبيبي، زي المسألة اللي فاتت، مش انت قسمت هنا على 10، يعني قسمت 10 أجزاء، اقسم على 10. طب انت هنا قسمت على كام؟ على 100، لان عندي 100 جزء. طب في الشريط قسمنا على كام؟ على 10. دي بس فكرة المسألة اللي بتلخبط كلمة الطلبة، انت قسمت 10 ده اقسم على 10. تمام، انت هنا قسمت على كام؟ على 10. خد العدد 60 ده اقسمه على ايه؟ على 10. تمام، هيعطيك 6. وابدأ بقى اعمل مضاعفات الستة، 12 18 و6 24، زود 6 30، وهكذا لحد ما توصل لمين؟ ل10% اهي، اللي هي بكام؟ ب6. خلاص كده انت خلصتها، يبقى الناتج هيساوي كام؟ 6. شوف ال 10% دي بيمثلها مين على الخط اللي بيمثل العدد الكلي. كده خلصناها، مسألة بسيطة. طيب تعال نشوف سؤال ب. عندي هنا بيقول لي 30% عايزين نحسبها من 90. هنعمل ايه؟ برضو نفس الفكرة، شريط بيمثل العدد الكلي، تمام، والشريط تاني بيمثل النسبة المئوية. ده العدد الكلي، هنوصل لحد 90، بس هنعد 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده. وهنا بيمثل 10%، طبعا قبال الشريط، يبقى الخطوط قبال بعضها، وانت بترسم كده 10%، 20%، 30%، 40%، 50% كده. طب يا حبيبي، اول حاجه ال 90 دي هتقسمها على كام جزء؟ على 10 اجزاء. 90 على 10 فيها كام؟ فيها 9، يعني كل بارت ب 9 جزء، 9 9 و9 18 و9 ها يبقى 27. ها انت عايز كام؟ توصل لل 30%. طب ما ال 30% اهي اهي اللي بيمثلها كام؟ 27. خلاص الناتج بتاعك 27. طريقه جميله جدا يا اولاد، ما هي صعبه، افهم بس هتبقى شاطر وممتاز. خلاص فكره الحل، تاخد العدد الكلي تقسمه على 10 يديك 9، يبقى الزياده هنا تبدا من الصفر، وتبدا كل مره تجيب المضاعفات زود 9 وانت ماشي هكذا، خلاص لحد ما اشوف ال 30% دي بيمثلها كام؟ 27. تمام، كل المسائل كده. طب يا مستر لو جيت اقسم على 10 وجالي كسر، عاشر عادي، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة خالص. ناخد مثلا مسألة واو، مفيش مشكلة، حل واو كده. مسألة واو، هو بيقول لي في التمرين عايزين نحسب 25% من مين؟ من 360. طيب دي هنعملها ازاي يا ولاد؟ 25% من 360 هنعمل خط الأعداد المزدوج اهو، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قبال بعض. انت بقى بالمسطره تعمل خطوط موازيه قبال بعضها، ده تعمل قباله نسبه مئويه، تقول 10% 20% 30% 40% 50% وهكذا. وهنا العدد ايه؟ الكلي اللي هو كان مين؟ 360، عايزين نوصل له، يعني 360 اقسمه على 10 عشان اشوف كل جزء هنضاعف كام، عشان نوصل ازود كل مره 36 لحد ما اوصل لل 25 يا مستر، اللي هي هنا بين ال 20% وال 30%، اللي هي ده هيمثله مين هنا على الخط ده؟ فهنا زود 36 و36 72، وزود 36 على ال 72 6 و2 8 و3 و17 يعني 108. انت عايز تجيب المتوسط بين ال 72 وال 108، يعني عايز تعرف ال 25 ده بيقابلها مين على العدد الكلي، نسبة 25% بيقابلها مين؟
فتجيب المتوسط بين 72 وال 108، تجيبهم ازاي؟ هتقوم جامع ال 72 دي مع ال 108 وقاسم على الاثنين عشان تجيب القيمة اللي في النص اللي بينهم، المتوسط يعني. فهمت يا ابني؟ عشان تشوف المتوسط تعمل ايه؟ او ممكن تزود نص ال 36 اللي هي 18. ما هو كل مرة كان بيزود كام؟ كل مرة هنا كان بيزود 36، يبقى عشان اشوف اللي هنا هزود 18 بس، اللي هي نص ال 36. حبيبي ركز كده، انت عايز تجيب العدد اللي يقع بين 72 وبين ال 108، هتجمع ال 72 وال 108 وتقسم على 2، او تقوم زود 18 بس. يبقى المتوسط هتعمل ايه؟ هتقوم واخد ال 108 جامع عليها 72 وقسم على 2، تمام؟ 8 و 2 10 صفر، واطلع بالواحد على 7 تبقى 8، والصفر هي 8 ونزل واحد، يعني يطلع ناتج كام؟ 90. او لو زودت 18 على 72 يبقى 90، تمام؟ يبقى الربع 66 هيطلع 90. عايز نتأكد يا مستر، اضرب 25% دي، هي 25 على 100 في 360، شيل صفر مع الصفر، دي معناها ربع، يعني ربع 360 90 بس كده الحل بتاعك خلص. اتمنى تكونوا فهمتوا يا اولاد، احنا كده غطينا جميع الافكار. السؤال بقى اللي بقول لك عليه، لما يجي لك اوجد قيمه كذا باستخدام خوارزميه الضرب اضربهم في بعض مباشره. يعني السؤال بتاعي رقم 5، تعال نحل كده مع بعض تمارين كتير بقى من النوع ده، حاجات مباشرة غير الرسم. طبعا في الامتحان حسب الطريقة اللي بيقول لك عليها بتحل بيها، فانت لازم تتمكن منهم يعني. أول سؤال بيقول لي 50% من 700، يعني أقول 700 في 50% اللي هي 50 على 100، بشيل صفرين مع صفرين، وأضرب ال 50 في 7 بنزل الصفر، وال 5 في 7 كام؟ 35، يبقى 350. رقم 2، عايز اجيب 10% من 170. زمايلكم برضو في اللغات بياخدوا الحاجات دي، بس بتتكتب بدل ايه من، يبقى كذا 170 فروم كذا، فانت بتكتب كده كده مش شمال يمين، نفس الطريقه يا اولاد. حتى لو في حد من لغات متابعني برضو مفيش مشكله عادي، هي نفس الاسئله يعني. بقول في 10% من كذا، انا بضربها فيها يعني، تمام؟ يبقى هنا 170 في 10 على 100، بشيل صفر مع صفر وصفر مع صفر، يديني الناتج كام؟ 17. تعالوا برضو نشوف مسائل كلامية وازاي نحلها. طبعا في المسائل الكلامية بقى انت بتحل التمرين يعني بالطريقة المناسبة ليك، يعني شوف الطريقة المناسبة وحلها، وانا هشتغل معاك بالطريقة السهلة ان شاء الله. حاول بس تفهم. اول واحدة بيقول لي موظف راتبه اليومي 3000 جنيه بيصرف منه يوميا 40%، اوجد ما قيمة ما يدفعه للطعام. هو عايز هنا اولاد الجزء، يعني احنا متعودين من مسألة الهرم، أتمنى تكونوا فهمت مسألة الهرم دي، هتسهلك كتير. تقوم كاتب هنا جزء، وهنا الكل، وهنا نسبة مئوية، تمام؟ يعني يا حبيبي لو عايز الجزء اضرب النسبة المئوية في الكل، ولو عايز الكل اقسم الجزء على النسبة المئوية. تقوم أنت عامل إيه بقى يا حبيبي؟ عامل هرم كده زيهم وتملاه، تملاه أرقام يعني. هو بيقول لك الراتب كله كان 300، يبقى كل 300 ونسبته كانت 40% اهو. حاجات بقت سهله، انت عايز تجيب الجزء بقى اللي هو البارت اللي عندك، هجيبه ازاي؟ ها، تقوم ضاربهم في بعض، تقوم ضارب ال 40% في ال 300، تقوم شايل الصفرين مع الصفرين وتضرب 3 في 40 تعطيك كام؟ 120، تمام؟ يبقى ده قيمه ما يدفعه للطعام. سؤال ب، في اختبار مادة الرياضيات أجاب أحمد عن 80% من الأسئلة، وإذا كان عدد أسئلة الاختبار 60 سؤال، كل الأسئلة 60 هو جاب 80%، عايزين نجيب العدد الكلي، نفس الفكرة. هنعمل إيه؟ الهرم بتاعنا أهو، نعمل هرم جنبه كده. هو عايز يا أولاد الجزء، لأن هو الامتحان كل الأسئلة كان 60، كلهم كانت 60 أهي، النسبة المئوية كانت 80%. انا عايز اجيب الجزء، يعني عايز اجيب ايه؟ عدد الاسئله اللي هو جاوب عليها، فاقوم ضارب دول في بعض، دول تحت كده يعني اتضربوا، دي معناها اسمه. لو انا عايز اجيب واحده من اللي تحت اقسم ده على ده، لو عايز الكل اقسم الجزء على النسبه المئويه، ولو عايز الجزء اضرب النسبه المئويه في الكل، اقول له 60 في 80 على 100، اقوم شايل الصفر مع الصفر والصفر مع الصفر، 6 في 8 بكام؟ 48. يبقى هو جاوب على 48 سؤال من الستين سؤال، فهمتوا؟ طيب سؤال جيم بيقول لي تاجر ملابس لديه
200 قطعة ملابس باع منها في أحد الأيام بنسبة 70% من عدد هذه القطع. اوجد عدد قطع الملابس المبيعة، يعني هو عايز الجزء، اعمل هرم، عبي البيانات، عندك الجزء يا أولاد، هو عايز ايه الجزء، لأنه هو كان عنده 200 قطعة، كله كان 200، هو جاب لك ايه النسبة المئوية، كانت 70% صح، كان جايب ايه النسبة المئوية 70%، هو عايز الجزء، عايز عدد القطع المبيع، هو باع 70% من ايه من العائد الكلي. يبقى عشان تجيب الجزء تضرب 70% اللي هي 70 على 100 في 200، مش هي صفرين مع صفرين، تقول 2 في 70 بمية، وايه 140، باع 140 قطعة. تمام. طيب السؤال اللي بعده، ده الاتوبيس السياحي الأتوبيس السياحي ده يا أولاد فيه 50 مقعد، إذا كانت 30% من المقاعد مشغولة أوجد عدد المقاعد المشغولة، هو عايز الجزء، نفس الفكرة، عايز الجزء، وجاب لي كل المقاعد كان عددهم 50، وجاب لي النسبة المئوية 30%، يبقى نضربهم في بعض عشان أجيب عدد المقاعد المشغولة، تقول 30 على 100 في 50، شيل صفر مع الصفر وصفر مع الصفر، 3 في 5 بكام؟ ب15، يبقى 15 مقعد. المسألة اللي بعدها هاء، هو بيقول لي هنا في هاء يا أولاد مدرسة بها 600 تلميذ، هتعمل الهرم الجميل بتاعك، تكتب هنا 600 اللي هو العدد الكلي، وحضر منهم 90%، النسبة المئوية 90%، أنا عايز أجيب الجزء، يعني عدد الطلاب اللي حضروا، عدد الطلاب الحاضرين، هنضرب النسبة المئوية اللي هي 90 على 100 في 600، نقوم شايلين 0 مع 0، وأضرب حط الصفر أهو، 6 في 9 ب54، يعني الناتج هيبقى بكام؟ 540 طالب، دول الطلاب إيه اللي حضروا. طب الغائب، الغايبين كام؟ الغايبين هنطرح بقى، ما هو كلهم كانوا 600 صح يا ولاد؟ اطرح منهم بقى 540، هيبقى 60 طالب، يبقى غاب 60 طالب، يبقى عدد الطلاب الغائبين كام؟ 60 طالب. فهمتوا؟ مسألة الأخيرة، واو، اقرأ كده المسألة معايا، مسألة واو يا ولاد، بيقول لي هنا إذا كانت حديقة الحيوان تحصل يوميا على 800 كيلو جرام من العلف، وجميع الحيوانات تأكل نسبة مئوية معينة من هذه الكمية، بفرض أن الحمير الوحشية تأكل 60% من العلف، وتأكل الغوريلا 25% من كمية العلف، وتأكل الزرافات 15% من كمية العلف، قدر عدد الكيلوغرامات من العلف التي تعتقد أن يأكلها كل حيوان في اليوم. طيب تقدير عدد الكيلوغرامات يا ولاد من العلف بيعتقد أن تأكلها الحمير الوحشية في اليوم الواحد، هنضرب النسبة المئوية في العدد الكلي، ما احنا ترجمنا من شوية لما قلنا كلمة من دي معناها ضرب، يبقى أول واحدة عشان أجيب تقدير عدد الكيلوغرامات من العلف التي يأكلها الحمير الوحشي، الحمار الوحشي، تأكلها حيوانات الحمير الوحشية، الحمير الوحشية هي بتاكل بنسبة كام يا أولاد؟ 60% من العدد الكلي، أقول 60 على 100 في العدد الكلي اللي هو 800، شيل 0 مع 0، ننزل الصفر، 6 في 8 ب48، يعني بياكلوا 480 كيلو جرام من العلف. طب عايزين نجيب التقدير، التقدير نجيبه ازاي؟ والله هنقول 60% دي قريبة ل50%، يعني بقاله تقريبا نص العلف، نص الكمية، يعني التقدير 400 كيلو جرام، لكن دي الكمية الفعلية. تمام؟ يبقى انت في سؤال واحد طالب منك، بص يا حبيبي كده، رقم واحد بهذا التقدير، يبقى دي اجابة واحد. طيب اجابتك في اتنين، عايز الناتج الفعلي، ده الناتج الفعلي بقى، يبقى اول حاجة هو كان طالب التقدير، وبعد كده قال لي هات الناتج الفعلي. تمام؟ فاحنا هنجيب التقدير الاول وبعدين نجيب الناتج الفعلي. تمام؟ التقدير بالنسبة للحيوان الحمار الوحشي، او تقدير عدد
الكيلو جرامات التي تأكلها الحمير الوحشية، قلنا التقدير 400 لأن 60% قريبة من النص، تمام؟ ده التقدير، التقدير للحيوان الأولاني. طيب بالنسبة للحيوان الثاني، خلاص خلينا بقى نجاوب التقدير ده لوحده كده رقم واحد عشان ما نتلخبطش، ده إجابتك واحد وهنجاوب على كل التقديرات ماشي. تقدير الكمية، الكمية اللي بيأكلها حيوان الحمار الوحشي 400 كيلو جرام. طيب التقدير الثاني الحيوان اللي بعده اللي هي حيوان الغوريلا، الغوريلا تقديرا بياخدوا كام يا ولاد؟ هو بياكل الربع 25% اللي هو الربع، ربع الكمية، ربع ال 800، ما بقول بياكل 25% اهي شايفها اللي هو الربع، يعني ربع الكمية كلها اللي هي 800 يبقى 200 كيلو جرام، ده التقدير. يبقى انت بتحسب التقدير اهو. تعال نجيب التقدير بقى لمين؟ للحيوان الباقي، اخر حيوان بياكل 15% الزرافة. طيب عشان اجيب التقدير لحيوان الزرافة، الزرافة اللي هي 15% دي قريبة لإيه؟ قريبة لعشرة في المية، يعني تقدر تختصر 10% من العدد الكلي اللي هو 800، يعني تقول تقريبا 80 تقريبا إيه؟ هتقول 10 على 100 في الكمية كلها، تمام؟ العالف بياكلها الزرافة، الزرافة اللي عندك هي كام؟ 15%. طب ما 15 بين 10 و20، بس هي أقرب لمين يا أولاد؟ أقرب لل 20، مش إحنا بنقول التقدير إن إحنا نقرب لأقرب عدد صحيح أو لأقرب خانة من اليسار. ال 15% دي يبقى كانت الزرافات بتاكل 15%، صح؟ طب ال 15 دي قريبة لإيه؟ ل 20%. طب ال 20% من ال 800 تقدير كام؟ هتقول له 20 على 100 في 800، تشيل الصفرين وتضرب ال 20 في 8 ب 160، تمام؟ يبقى تقريبا هتقول 20 على 100 في العدد الكلي اللي هو ال 15% لما تتضرب في ال 800، ال 15 كانت قريبه لل 20، يبقى تقديرها 20 على 100 في 800 يعني هتبقى 160 تقريبا، بياكلوا ايه؟ 160 كيلو جرام، او ممكن تقول 100 كيلو جرام. التقديرات الثانيه عادي ممكن طالب يقدرها بتقدير تاني يقدرها بنسبه ايه؟ الاقرب ب 10% عادي. تعال نشوف بقى رقم 2 العدد الفعلي، عايز عدد كيلوغرامات من العلف التي يأكلها كل حيوان. أول حيوان عندي اللي هو الحمار الوحش، تعال نشوف الحمير الوحشية. الحمير الوحشية كانت نسبتها النسبة المئوية كام؟ 60%، يعني 60 على 100 في 800، شيل صفرين مع صفرين ونزل الصفر، 6 في 8 ب 48 يعني 480 كيلو جرام حيوان الحمار الوحشي بياكله. الحيوان التاني اللي هو الغوريلا، الغوريلا بياكل ايه؟ ها النسبة كام؟ الغوريلا 25% اللي هي 25 على 100 تتضرب في 800، شيل صفرين مع صفرين و25 اضربها في 8، 8 في 5 ب 40، صفر معايا ل 4، 2 في 8 ب 16، 16 و 4 20، يعني بياكلوا كام يا ولاد؟ 200 كيلو جرام للغوريلا. طب الحيوان الأخير اللي هو الزرافة، الزرافات بتأكل إيه؟ 15%، يعني تقول له 15 على 100 في العدد الكلي اللي هو 800، شيل صفرين مع صفرين،